كلنا طبعا تابعنا الاحداث اللي حصلت امبارح بتاعت شهداء مسجد الروضه، ايه رايك في الاحداث اللي حصلت امبارح؟ هو اولا اللي حصل امبارح ده يعني شيء فظيع بالنسبه للمسلمين كلهم. ليه؟ يعني احنا كده يعني اعتبر مفيش امان كده عايشين ومفيش امان في البلد. طبعا انا زعلانه جدا، يعني حسب الله ونعم الوكيل، بس يعني كل واحد بيعمل حاجه وحشه هيتحاسب عليها. عمل خسيس وجبان ولا يليق يعني الناس مسلمين تعمل كده في ناس بتصلي ابرياء. الاحداث كانت محزنه واكيد مفيش دينا يرضى بكده. بشوف ان ده مش من العدل ان هم ما احترموش حرمه حد في مسجد، وان ده حرام شرعا ودين. هو في دين اصلا سواء مسلم او مسيحي او يهودي حتى يسمح له ان هو يعمل كده في بني ادم؟ مش هقول لك نوع ديانته ايه، بس ده في الاخر بني ادم. يعني حاجه صعبه جدا بجد، وبالذات الاطفال اللي انا شفتهم حاجه صعبه جدا. ازاي نواجه الفكر المتطرف؟ والله هو الفكر المتطرف ده يعني حاجه وحشه قوي للناس، مش حلوه. تاني شيء عاوزين يبقى في استقرار، عاوزين يبقى في امان. ايه ذنب الناس اللي ماتت دي؟ يعني ذنبها ايه؟ ايه اللي هي عملته عشان الناس دي تموت جوه قلب جامع بيت ربنا يحصل فيه كده؟ اللي احنا يعني نصلي برضو عادي، ويوم الجمعة برضو نحسسهم اللي احنا ما فيش حاجة وننزل نصلي برضو، يعني ما فيش حاجة توقف قدامنا، مهما تعملوا هنصلي واحنا مصريين مع بعض واحد. نواجهوا ان شاء الله بالقوة دي، لان الناس دي ما ينفعش معها الا كده. يعني ما فيش حوار مع الناس دي ابدا، لان دي ناس مش اسوياء. يبقى في تعليم صحيح للدين في المدارس.